بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معكم محمود ابو دنيا، قناة ابو دنيا تكنولوجي. النهاردة هناخد مع بعضنا طريقة اخفاء شبكة الواي فاي لراوتر تي داتا الجديد او المصرية اتصالات الجديد اللي هو راوتر بخمسة جنيه، راوتر السرعات. وهنشوف ازاي هنخفي فيه شبكة الواي فاي. الراوتر ده اللي هو رقمه H168N، راوتر المصرية اتصالات الجديد. واحنا قبل كده كنا واخدين عندنا، كان في القناة عندنا اهو في حل مشكلة انتهاء باقة لراوتر، انتهاء باقة وي ده راوتر H108N، ده الراوتر القديم. دي الناس اللي كانت بتعاني من مشكلة ان الباقة بتخلص منها بسرعة، ده الراوتر القديم. وعاملين فيديو تاني لسه هنرفعه ان شاء الله عن الراوتر الجديد اللي هو راوتر تي داتا اللي هو H168N اللي هو راوتر السرعات الجديد ده. عاملين له فيديو ازاي تخفض السرعة عشان الباقة متخلصش منك بسرعة. فنبدأ مع بعضينا بإذن الله، هنشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. أول حاجة هندخل على المتصفح وهندخل الأي بي اللي هو 192.168.1.1.192.168 اهو. هنبدأ نقول له الذهاب او دوس انتر عندك على لوحة المفاتيح. هنحاول تاني. لو انت على المتصفح وظهرت لك المشكلة دي، كويس انها ظهرت معانا دلوقتي. بعد ما بتدخل الاي بي هتظهر لك الصفحه دي كده، الاتصال بهذا الموقع ليس خطا، بهذا الموقع الالكتروني. يعني نفس الرساله اللي ظهرت بالعربي او بالانجليزي. هنضغط هنا على الاعدادات المتقدمه. بعد ما دخلنا الاعدادات المتقدمه كده هنقول له متابعه. هتلاقي كلمه غير امن، لا ما تخافش، قول له متابعه. لما المتصفح بيشوف الصفحه بتاع الراوتر على ان فيها مشكله، هنبدا كده. اول ما صفحه الراوتر تفتح معاك، ده شكل الراوتر الشكل الجديد بتاع الراوتر الجديد. هنبدأ ندخل الاسم وكلمة السر. طبعا الاسم وكلمة السر دول انت لو مش عامل حساب، اسف على الصوت اللي جنبي دي، اسف تاني على الاصوات اللي جنبي دي. انا في الشارع. هنبدأ كده. اول حاجة عندك الباسورد، اليوزر نيم والباسورد. هتبدأ اول حاجة معانا كده هندخل الباسورد بتاعتك، الباسورد الاسم اللي هو اليوزر نيم الاول، اسف اليوزر نيم ادمين حضرتك. بالنسبة للباسورد دول لو مش عارفهم هتشوف الراوتر عندك، على ظهر الراوتر هتلاقي مكتوب باسورد واليوزر نيم. اليوزر نيم اللي هو ادمن، والباسورد من تحتيه هتلاقيها مكتوبة حروف كابيتال كده، دي الباسورد. او لو انت مغيرها طبعا اكيد هتبقى عارفها. هنبدأ ندخل الباسورد بتاعتنا. دي الباسورد اللي انا عاملها للراوتر. وبعد كده اقول له لوج ان. كده الراوتر هيبتدي يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندك هنا في اربع خانات اهو، هنروح لتالت خانة اللي هي لوكال نتورك اللي هي دي. انا هخش على لوكال نتورك. بعد كده هنختار ويلان. بعد كده هننزل لتحت على نفس القائمة اللي احنا فيها، هننزل تحت هنا هنختار ويلان SSID configuration. بعد ما تبدأ تفتح معايا كده طبعا منخفي الشبكة عندي. فانت مجرد ما تفتح الصفحة دي هتلاقي الشبكة عندك بالمنظر ده كده كده اول ما تفتح كده. فانا كده هخفيها معاكم، انا كده يا ملغية لغيتها دلوقتي معاكم وهبدأ اشغلها تاني. طبعا اول حاجة بتظهر عندك هنا SSID name. SSID name الاسم ده اللي انت هتستخدمه عشان تدخل بيه للشبكة عندك. ف يعني ايه لازم الاسم ده تبقى عارفه،
مش لازم الباسورد يعني، وحاول تكتبه حاجة خفيفة او زي اي حروف انت عارفها بحيث تعرف ما تنساش الاسم يبقى سهل عليك. انا كاتبه انا وياه بحيث لما انت بتخفي الشبكة بتيجي تبحث على الشبكة بتلاقيهاش، فانت بتعمل اضافة شبكة عندك على التليفون او على الكمبيوتر، بتعمله اضافة شبكة وبتبدأ تدخل الاسم ده، وبعد كده هو بيطلب منك الباسورد. اول حاجة هنكتب الاسم بتاع الشبكة اللي هو SSID في اول خانة، ده الاسم هتبقى انتوا عارف حضرتك زي ما قلت لك. وبعد كده هننزل تحت تاني هنا SSID هيدن كده، انت لو عايز تخفي الشبكة هتعلم على اون، مش عايزها مخفية عادي بتسيبها زي ما هي. يبقى احنا دلوقتي هنخفيها، يبقى هندوس اون هنا SSID دي تاني خانة. تالت خانة هتلاقيها بالمنظر ده، لو في اي اختلاف هتختار تفتحها كده وتختار اللي هو تالت خيار ده اللي هو وابا ويب 2 وبي اس كي تي اس كي واي اس اي اس. بعد كده هتنزل على الباسورد بتاعتك، اعملها زي ما حضرتك تحب. بعد كده هتسيبك من الخانه دي، هنبدا اخر حاجه بقى عندنا هنا الماكس ماكسيمم فوليوم، ده عدد المستخدمين يعني الحد الاعلى للمستخدمين ماكسيمم. دلوقتي يعني اكتر يعني عدد الاجهزه ممكن تدخل عندي 32 جهاز، لا انا مش عايز العدد ده كله، انا هخليها 5 مثلا. يعني ما انا الواي فاي عندي ما زدتش عن 5 اشخاص، فوق الخمس اشخاص مش هيبقى في اتصال تاني في شبكه الواي فاي، او عايز احددهم 4. يعني لو عندي 5 اجهزه في البيت مفيش مشكله، احدد خمس اجهزه بس، مش هشتغل غير 5 اجهزه اللي عند حد يجي يدخل على الشبكه تاني مش عارف يدخل. وبكده وبعد ما حددنا الخيارات اللي احنا شفناها مع حضراتكم دي كده، اللي هو الاسم الاس اس اي دي نيم، وبعد كده تاني خانه هنختار اون، تالت خانه السطر اللي انتم شايفينه ده، رابع خانه اللي هو الاسم الباسورد اسف. بعد كده هنسيب الخانه دي وهننزل على الخانه اخر حاجه دي، انا هحدد عدد الاجهزه، وبعد كده هنقول له ابلاي. بعد ما تقول ابلاي كده الشبكة عندك مش هتظهر، يعني الجهاز مش هيتصل بالواي فاي ومش هيظهر عندك. بعد كده تبدأ تضيف بقى تضيف الاسم والباسورد بتاعتك جداد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمنا حتى نستمر معكم. كان معكم مهندس محمود أبو دنيا، قناة أبو دنيا التكنولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.